لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي الفلسطيني جهاد بركات. أهلا بك جهاد. أهلا بكم وللمشاهدين وبالمشاهدين الكرام. بتزامن مع قمع قوات الاحتلال المسيرة التي نددت بمقتل الأسير الفلسطيني بالبيرة وكذلك تسجيل عدد من الجرحى على إثر هذه المسيرة، هل لديكم مزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع بمدينة البيرة؟ نعم، نحن نتحدث عن 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بين صفوف الشبان وإصابة رابعة لزميل صحفي مصور صحفي في رقبته أيضا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعد وصول مسيرة نددت باستشهاد الشهيد الأسير الفلسطيني الذي كان مريضا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسام السايح. هذه المسيرة انطلقت من وسط مدينة رام الله بدعوة من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت بعد أن تم إغلاق بوابات الجامعة بقرار من مجلس الطلبة والحركة الطلابية تنديدا باستشهاد الشهيد بسام السايح، ووصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة. والمدخل الشمالي لمدينة البيرة هو نقطة احتكاك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقيم هناك حاجزا عسكريا على مدخل المدينة. المواجهات اندلعت بعد أن قام جيش الاحتلال بإطلاق وابل كبير من قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاههم. بموازاه ذلك كان هناك مسيرات وفعاليات عديده تندد باستشهاد بسام السايح، منها في نابلس مسقط راسه، ومنها في امام مقر الصليب الاحمر في البيره، وايضا في بيت الحرم. ماذا عن السبب الحقيقي وراء مقتل الاسير المحرر؟ هل تم التوصل لسبب قتله في ظل كل هذه الضغوطات الممارسه في الشارع وفي المعتقلات الصهيونيه على الاسرى الفلسطينيين؟ اولا هو لم يقتل يعني خارج السجون، هو استشهد في داخل سجون الاحتلال، هو ليس بأسير محرر بل هو أسير في سجون الاحتلال، يعاني من السرطان، وضعه الصحي متدهور كان قد تدهور بشكل كبير جدا، وكانت حالته ميؤوس منها. ورغم ذلك الاحتلال الإسرائيلي رغم أنه مصيره معروف طبيا بأنه سيستشهد، لكن لم تفرج عنه حتى يستشهد وهو بين أهله وذويه، وإنما أبقت عليه في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل مرضه وهو مريض في السرطان. هناك حالة أخرى الآن مشابهة له لأسير فلسطيني في السجون يعاني أيضا من مرض السرطان، وهو سامي أبو دياك، وأيضا هناك خشية من استشهاده في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الآن ما يحصل هو احتجاز لجثمان الشهيد بسام السايح في سجون الاحتلال، حيث أن الاحتلال يرفض تسليم جثامين الشهداء الأسرى الذين يستشهدون داخل سجون الاحتلال منذ مدة، ونحن نتحدث عن أربعة جثامين محتجزة لأسرى استشهدوا في سجون الاحتلال، إضافة إلى أكثر من 50 جثمانا الاحتلال قام بإعدامهم واحتجاز جثامين. بالموازاة لكل هذه الانتهاكات الإنسانية في السجون والمعتقلات، يشهد كذلك باب المغاربة انتهاكا آخر باقتحام عدد من المستوطنين لباحات الأقصى، كيف يفسر تزايد الاقتحامات للأقصى في الفترة الأخيرة؟ نعم، هذا من ضمن بالتأكيد يعني خطة للاحتلال الإسرائيلي وبرنامج يتم أو تم البدء به منذ سنوات، وهدفه بالنهاية هو الوصول إلى يعني تقسيم المسجد الأقصى سواء زمانيا أو مكانيا، حيث أن هذا الاقتحام الذي حصل اليوم لأكثر من 100 من المستوطنين ومعهم أفراد من شرطة الاحتلال وجيشه صباح هذا اليوم يدخلون بساعة محددة في فترتين يوميا من الأحد إلى الخميس، في فترتين صباحية وأخرى بعد الظهر. ويحاول الاحتلال أن يسمح خلال هذه الفترات للمستوطنين بالدخول بحرية وأداء صلواتهم في داخل المسجد الأقصى وباحات المسجد الأقصى. مؤخرا وسابقا خلال العام رأينا محاولة للسيطرة على باب الرحمة، منطقة باب الرحمة، ولكن هبت المقدسيين حالة دون ذلك. والآن يواصل الاحتلال محاولاته من أجل
تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كما هو حاصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث في التسعينات القرن الماضي تم فعلا تقسيمه بين المسلمين واليهود. والآن الصعيد السياسي، ما مدى الاستجابة لدعوة إسماعيل هنية لبناء استراتيجية وطنية للتصدي لما يسمى بصفقة القرن؟ نعم، يعني سياسيا الجميع مجمع في فلسطين على مواجهة صفقة القرن، لكن عمليا لا يوجد، دعينا نقول، يعني التقاء ببرامج ما بين تلك الأطراف التي تعلن دائما أنها تواجه صفقة القرن. ربما يعني ما هو مطلوب من القيادات الفلسطينية هو أن تلتقي من أجل وضع استراتيجية حقيقية لمواجهة مشاريع الاحتلال، سواء صفقة القرن أو ما يعرف بصفقة القرن والتي لم تعلن حتى الآن، أو المشاريع الأخرى التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية. البقاء المشكلة الآن هو أن هذه القيادات تظل تطالب بوجود استراتيجية، لكنها عمليا حتى هذه اللحظة نحن لم نصل إلى التقاء بين الفصائل الفلسطينية. لكن على الأقل يعني الآن هناك بالمعلن هناك توحد فلسطيني من كل الفصائل برفض هذه الصفقة ورفض محاولات الأمريكية لفرض الحل الذي سيؤدي بالنهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وهذا تطور بالتأكيد إيجابي بأن تكون كل الفصائل، سواء السلطة الفلسطينية أو حركة حماس أو كل الفصائل الفلسطينية، هي تعلن بأنها جميعا ضد هذه المشاريع. شكرا جزيلا لك صحفي الفلسطيني جهاد بركات، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.